السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم. معكم غسان من قناة نبراس سبور. اليوم في عنا أكثر من خبر رح نحكي عنهم. أما الخبر الأول، الأهلي السعودي يسقط الوحدة ويعبر لمواجهة النصر. أما خبرنا الثاني، نتائج ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عام، ومن هي المنتخبات التي تأهلت إلى نصف النهائي. أما الخبر الثالث، نادي الكويت الكويتي يفسخ تعاقده بالتراضي مع السوري عمر الميداني، فما هي الأسباب؟ أما عن تفاصيل أخبارنا، فالخبر الأول، الأهلي يسقط الوحدة ويعبر لمواجهة النصر، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السعودي في العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 2-2. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان الوحدة بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالله الزوري في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، ثم رد اللاعب السوري عمر السومة بتسجيل هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الألماني ماركو مارين في إضافة ثاني أهداف الأهلي بالدقيقة 68، مستغلا التمركز الخاطئ لمدافعي نادي الوحدة. وأقيمت مباراة الأهلي والوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وسيواجه الأهلي نادي النصر في دور الأربعة في كأس الملك. وأبدى مدرب الأهلي السويسري كريستيان جروس سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، وحول مشاركة محترف الفريق الألماني ماركو مارين قال جروس: سعيد بتسجيل ماركو لهدف التأهل بعد دخوله مباشرة، وأتمنى أن يتأقلم سريعا مع المجموعة. اللاعبون يعرفون تاريخ الأهلي الكبير في كأس الملك، لذلك حضرت القتالية وروح الانتصار في مواجهة اليوم. وتابع: لعبنا اليوم بالسومة ودجانيني في الهجوم، وإشراك ماركو كانت مخاطرة خاصة وأنه لاعب هجومي ولعب في مركز الوسط بجوار دي سوزا، لكن نجح في التسجيل وهذا أمر رائع. وبهذه النتيجة سيواجه الأهلي السعودي نادي النصر في دور الأربعة في كأس الملك. أما تفاصيل خبرنا الثاني، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عام، فقد أقيم اليوم لقاءين. اللقاء الأول جمع كوريا الجنوبية مع الأردن، وانتهى بفوز كوريا الجنوبية بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يبلغ المنتخب الكوري الجنوبي نصف النهائي، حيث سيواجه أستراليا، فيما ودع الأردن البطولة الآسيوية. أما المباراة الثانية فجمعت أوزبكستان مع الإمارات، وانتهت فوز أوزبكستان 5-1. وبهذه النتيجة منتخب الإمارات يودع البطولة، بينما أوزبكستان يتأهل إلى الدور نصف النهائي وسيلتقي مع المنتخب السعودي، علما أن مباريات نصف النهائي سوف تقام يوم الأربعاء. مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية سوف تكون في الساعة 3:15 بتوقيت دمشق، مباراة السعودية وأوزبكستان سوف تكون بالساعة 12:15 بتوقيت دمشق. أما تفاصيل خبرنا الثالث اليوم، عمرو ميداني خارج حسابات العميد، حيث قرر مجلس إدارة نادي الكويت الكويتي فسخ تعاقده مع عمر ميداني مدافع الفريق بالتراضي. وكان الميداني انضم إلى فريق الكويت في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن مستواه لم يرضي طموحات الجهاز الفني والإداري. ووجه عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت الشكر للاعب عمرو ميداني على ما قدمه خلال مشواره مع الفريق، مؤكدا أنه كان مثالا للالتزام والأخلاق داخل وخارج الملعب. وهيك بتكون خلصت أخبارنا لليوم. بتمنى يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، شاركونا رأيكم بالأخبار اللي حكينا عنها، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. تقبلوا تحياتي، محدثكم غسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.